أول لقاء أو أول سيشن أخذناها مع المستر لا كان كثير كثير في شغف. دخلت بالصفر وطلعت أكثر من 100 حتى. تعلمت من خلال هذا التيم إنه أنا أفوت يعني أشتغل كثير بمجال الفرونت إند وأعدل عليه. وكثير عجب الشغل وأعطاني فان ستارز. عم ببحث عن الإشي اللي أنا بدي أخليك مؤسستي عم تلاقي هذا الويب سايت وإن شاء الله حرفعه ليشوف العالم. فالفكرة كانت إنه يعملوا زي محاكاة لأي موقع عجبهم. في تكنيكس معينة ممكن يعرضوا فيها قدراتهم ويعرضوها للذلك لايت. وهو من أكثر الخدمات المنتجة مبيعا حول العالم وهو تيم كثير ضخم. كلهم سوا بدعمهم سوق العمل بدعمهم في اضطهادهم. هل مؤسسة تكون على مستوى الوطن العربي في العالم؟ أخذت أول جوب تقريبا قبل العيد بيوم، هذا اليوم لا ينسى. غيرهم في سنتين ثلاثة ما يقدروا يعملوا. احنا اليوم في صغار عمر 18 19 سنة أضافوا نوع من الأنسنة.